كما وصلت وزارة الداخليه حملاتها لمتابعه اسعار السلع الاستراتيجيه وضبط قضايا حجب السلع والبيع باسعار ازيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزاره خلال 24 ساعه من ضبط 441 قضيه تمونيه بمضبوطات بلغت 142 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجيه والاستيلاء على السلع المدعومه تم ضبط 58 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 84 طن، وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 713 قضية من بينها 65 قضية خبز ناقص الوزن و58 قضية خبز غير مطابق للمواصفات، أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح تم ضبط 19 قضية بمضبوطات بلغت 116 طن أقماح محلية